مرحبا أعزائي، نلتقي من جديد في مكون القراءة ودائما في مجال عالمي الحيوان بعنوان الذئب والعنزة. لكن قبل الشروع في الدرس كعادتنا نقرأ الكلمات البصرية الخاصة لهذا الأسبوع. فجأة، فقدت، هلا، تحت، مواء. نعيد قراءتها بهدف ترسيخ صورتها ونطقها بدون تهجي. فجأة، فقدت، هلا، تحت، مواء. جيد، فلتكتب هذه الكلمات البصرية في دفتر المنزل. والآن نمر للقراءة المشتركة. أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي. للحيوان حق عليك، مؤنسك ومعينك، لا يجوع في دارك أو يضمأ في جوارك، إن تعب اتركه يسترح وداوه إذا جرح. سنعيد قراءتها لتنمية الطلاقة في القراءة لديكم، هيا اقرأوا معي. للحيوان حق عليك، مؤنسك ومعينك، لا يجوع في دارك أو يضمأ في جوارك، إن تعب اتركه يسترح وداوه إذا جرح. جيد، عن ماذا يتحدث هذا النص؟ أحسنتم، عن حقوق الحيوان عند الإنسان. نعم، الرفق بالحيوان. نعم، ما هي هذه الحقوق؟ نعم، إطعامه. جيد، شرابه. نعم، مداواته ومعالجته. نعم، وإراحته. نعم، جيد، أحسنتم. والآن نمر إلى القراءة الوظيفية. نذكر بالعنوان الذئب والعنزة ونلاحظ الصورة المرافقة للعنوان. جيد، ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ أو ماذا تلاحظون في الصورة أعلى؟ جيد، ذئب وعنزة، ذئب وعنزة. أين يوجد الذئب؟ في المرعى. نعم، وأين توجد العنزة؟ في مرتفع وهو المكان العالي. نعم، ماذا يوجد بجانب الذئب؟ نعم، عشب وكلأ. أحسنتم، إذن في نظركم عن ماذا سيتحدث النص؟ أو ما هي توقعاتكم؟ أو عن ماذا ستدور أحداث هذا النص؟ جيد، ربما يتحدث هذا النص عن ذكاء العنزة أو مكر الذئب وذكاء العنزة. نعم، ربما النص يتحدث عن محاولة الذئب افتراس النعجة. نعم، ونحن نعرف أن الذئب هو حيوان مفترس والعنزة هي حيوان أليف. نعم، والعنزة طعام مفضل لدى الذئب. جيد، لنمر لقراءة النص الآن. الذئب والعنزة. كان ذئب يسير في المرعى آملا في الحصول على فريسة، فجأة لمح عنزة كانت فوق المرتفع تبحث عما تأكل قرب منحدر خطير، ولما كانت بعيدة عنه ولا يستطيع الانقداد عليها قرر استدراجها قائلا: أيتها الصديقة الصغيرة، لا تسيري قرب المنحدر فإني أخشى عليك الخطر، وقد أموت جزعا إذا أصابك مكروه أو ضرر، تعالي اقتربي، هنا أفضل العشب والكلأ. هيا، هلا نزلت؟ أجابت العنزة: لقد أغراني شعورك نحوي ودعوتك لي، لكن نواياك السيئة جالت بخاطري. حسنا، شكرا، سأبقى هنا. جيد، سأعيد القراءة. كان ذئب يسير في المرعى آملا في الحصول على فريسة، فجأة لمح عنزة، لمح بمعنى بصر، كانت فوق المرتفع، قلنا المرتفع هو المكان العالي، تبحث عما تأكل قرب منحدر. المنحدر وهو المنخفض إلى الأسفل،
بمعنى نزل من الأعلى إلى الأسفل، كنحو ينحدر الماء من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو المنحدر. تبحث عما تأكل قرب منحدر خطير، ولما كانت بعيدة عنه ولا يستطيع الانقداد عليها، الانقداد بمعنى الارتماء عليها، قرر استدراجها بمعنى التكلم معها شيئا فشيئا في الكلام، أو يتقرب منها بالكلام شيئا فشيئا قائلا: أيتها الصديقة الصغيرة، لا تسيري قرب المنحدر، فإني أخشى عليك الخطر وقد أموت جزعا. سنحاول أن نشرح هذه الكلمة من خلال خريطة الكلمة. ما نوع هذه الكلمة؟ جيد، اسم. ما مرادفها؟ أحسنتم، قلقا. جزعا ما ضدها؟ أحسنتم، اطمئنانا. من يضع لهذه الكلمة ضمن الجملة؟ جيد، تزجع الأم على أولادها إذا مرضوا، بمعنى تقلق الأم على أولادها إذا مرضوا. أحسنتم. جزعا، إذا أصابك مكروه أو ضرر. المكروه والضرر. تعالي اقتربي، هنا أفضل العشب والكلأ. هيا، هلا نزلت؟ أجابت العنزة: لقد أغراني شعورك نحوي ودعوتك لي، لكن نواياك السيئة جالت بخاطري. جالت بخاطري بمعنى دارت في ذهني. حسنا، شكرا، سأبقى هنا. جيد، أين كان الذئب؟ أحسنتم، كان الذئب في المرعى، والمرعى هو مكان يكثر فيه العشب والكلأ. وأين كانت العنزة؟ جيد، كانت العنزة في مكان في فوق المرتفع. نعم، وقلنا المرتفع هو المكان العالي. جيد، ماذا اقترح الذئب على العنزة؟ نعم، اقترح الذئب على العنزة أن تنزل من المرتفع إلى المرعى بجانبه، أن ترعى بجانبه. نعم، أحسنتم. هل وافقت العنزة على اقتراح الذئب؟ جيد، لا. لماذا؟ لأنها تعلم ما يجول بخاطره، لأنها تعلم ما يجول بخاطره وتعلم حيلته ومكره. جيد، لنعود الآن إلى التوقعات ونتحقق من مدى ملائمتها لما جاء في النص. نعم، قلنا في التوقعات لقد توقعنا أن النص يتحدث عن مكر الذئب ومحاولة افتراس العنزة، إذن فتوقعاتكم كانت صحيحة. ممتاز، لما كان الذئب يجول في المرعى؟ جيد، كان الذئب يجول في المرعى، نعم، آملا في الحصول على فريسة. أحسنتم، لما كانت العنزة في فوق المرتفع؟ ممتاز، كانت العنزة فوق المرتفع تبحث عما تأكل. هل الذئب فعلا خائف على العنزة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الانقداد والارتماء عليها وهي بعيدة عنه، فحاول استدراجها في الكلام شيئا فشيئا لتقترب منه ويفترسها. جيد، لما لم تصدق العنزة الذئبة؟ أحسنتم، لأنها تعلم بنواياها السيئة، لأن نواياها السيئة جالت بخاطرها. جيد، والآن عليكم أعزائي أن تقرأوا هذا النص قراءة جيدة، وسنمر الآن إلى أغني معجمي. ألون الكلمة ومعناها باللون نفسه. الانقداد، هل هو الارتماء أم العناق؟ أحسنتم، الارتماء، وألون الارتماء والانقداد بنفس اللون. الانقداد والارتماء نلونهما بنفس اللون. ما معنى جزعا؟ خوفا أم قلقا؟ تعرفنا عليها في من خلال خارطة الكلمة. جيد، قلقا، وألون قلقا مع جزعا بنفس اللون. أكون بالحروف كلمات توجد في النص. خاء، ياء، باء، ألف، طاء، راء. أحسنتم، بخاطري، بخاطري، بخاطري. نعم، هنا الهاء والراء، سين، ألف، تاء، جيم، دال، هاء.
أحسنتم، استدراجها، استدراجها، استدراجها. نعم، هنا كلمة بسيطة، شكرا. أحسنتم، شكرا. جيد، وإلى هنا أعزائي أنجزوا تمرين أغني معجمي في كتاب القراءة الصفحة 131. وإلى هنا أعزائي أودعكم على أمل اللقاء بكم في الحصة الثانية من حصة القراءة. إلى اللقاء.